السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. النهارده وفكره النهارده فكره الشال، فكره حاولت ابين لكم الموضوع ده والشال ده، حسب في ناس طلبت على الفيسبوك في مواقع كتيره ان ايه الفكره ديت، عايزه حد يوضحها لها، فانا حبيت اوضح لكم الفكره والسلاسل وقصدي الغرز اللي موجوده فيها بتعمل ازاي. نبدا مع بعض. النهارده الشال بياخد بنستخدمه بياخد الخيط اللي بنستخدمه فيه بياخد بنستخدمي حضرتك اليزا كوتون جولد، ولو رفيع هنستخدمه على فتلتين. تمام، محتاجه كام شله؟ محتاجه 5 شلات من اليزا. تمام، حابه العرض بتاع الشال، شال على الكتاف زي ما احنا شايفين في الصورة، الشال على الكتاف، فانت بتستخدمي الشال ده عرضه 35 سنتي، ولو عايزة 45 تمام مفيش مشكلة، حسب الرغبة. الطول بتاعه بنستخدم 230 سلسلة للطول، عايزة اطول من كده او حجم، في احجام كتيرة واطوال كتيرة طبعا، لو اطول من كده بتعملي 250 غرزة سلسلة. تمام، طول الشال بيبقى بالشراشيب بتاعته فوق الركبه. تمام، مركزين معايا؟ فكده انت زي ما انت عايزه تطولي، بتبقي عارفه المقاس بتاعك دوت اللي انت هتشتغلي معايا مثلا بنفس الطول ده. تمام، الجيب بتاع اللي بنستخدمه للشال عباره عن 15 سنتي، بيعملوا حوالي 25 غرزه سلسله. تمام، هبدأ معاكم دلوقتي ونتعلم مع بعض غرزة الايه الشال بالترتيب اللي احنا هنعمله مع بعض. تمام، نقرب شوية الكادر عشان يطلع معاكي الغرز مظبوط واضحة معاكي في الصورة. بنبدأ مع بعض، بناخد غرزة البداية بالشكل ده. تمام، ونبدأ نعمل سلاسل زي ما انت عايزة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا 11 12، زي ايه؟ زي ما انت عايزه طبعا، بواحد اتنين، وفي التالت هنا ببدا اعمل العمود بتاعي واللفه واحد. انا طبعا بعمل عينه لايه؟ عشان تعرفي الغرز بتعمل ازاي. تمام، زي ما احنا شايفين بنبدا نعمل عواميد معايا على مستوى السلاسل بتاعتنا. تمام، بالشكل ده لغاية اخر السطر، فعشان السطر قليل فبنا ايه مش هوقف الفيديو يعني. طب مش مستاهلة. تمام، نكمل مع بعض العمويد بتاعتي. تمام، خلصتها بالشكل ده، بطلع 3 سلاسل، 1 2 3. تمام، باجي الف الشغل واجي اعمل غرزة العمود بلفة، بس بجيب العمود بالشكل ده من ورا، بحطه على الابرة بالشكل ده وبطلع بالخيط وبلف العمود بتاعي على مرتين بالشكل ده، بجيب من ورا اهو، بدخل الابرة من ورا وبجيب ايه الخيط وبطلع بيه بالشكل ده. تمام، بجيب الخيط الابره من ورا بالشكل ده وبطلع بالايه بالعمود بالطريقه دي اهي. بالشكل ده. تمام، باجي في الغرزة اللي 3 سلاسل اللي هنا الأخرانية بعمل عمود بلفة عادي، وبطلع 1 2 3 وبلف الشغل. أنا عملت اهو، بصوا البريد اهو خلفي. تمام، هعمل ألفه وأعمل بريد أمامي. تمام، باجي كده الخيط وباخد الخيط عشان أعمل البروز اللي هو دوت زي ما انتوا شايفين كده، بعمل بقى ده من قدام
باجي بعمل ده من قدام تمام بالشكل ده، باخده من قدام بالشكل ده، دخل ابره باخدها من قدام تمام كده جوه الايه العمود، وباخدها من قدام بالشكل ده تمام اهو اخر حاجة اهي، والسلسلة الاخرانية اهي باخدها بعمل فيها عمود، او العمود الاخراني بعمل فيه عمود وبطلع واحد اتنين تلاتة بلف الشغل. انا عملت واحد اتنين ايه وده التالت هعمله اهي، واحد اتنين اتنين تلاتة. انا نسيت هنا اهو يا جماعة من الناحية دي انا عملت اهو تلات مرات تمام، القصة تلاتة والناحية التانية تلاتة تمام. بطلع برضو وباجي هنا باخد العمود من ورا تمام، باخد العمود من ورا بالشكل ده اهو بشتغل بالشكل ده الغرزة سهلة جدا وسريعة على فكرة. والجزء اللي انا عملته عملته في يوم واحد تمام، يعني الشال لو قعدنا ركزنا معاه يخلص في يوم في يومين ان شاء الله. واحد اتنين تلاتة تمام، ادي عملت التلات لفات بتوعي تمام، التلات البريد تلات صفوف البريد اللي عملتهم بالشكل ده، واحد امامي واحد خلفي واحد امامي واحد خلفي بالشكل تلاتة. بطلع بعمل الغرزة بتاعتي اللي هي دي تمام اهي، انا عملتها كده بمشقلب هلفها بس معاكم بالعدلة بتاعتها اهي، العدلة بتاعتها هنا اهي عشان تركزوا معايا ده الجزء الاولاني من الشال، وده الجزء التاني بتاعي الغرزة التانية اهي تمام. هنتعلمها مع بعض خطوة بخطوة. بطلع ثلاث سلاسل وبعدين باجي بلاقي غرزة الثلاث سلاسل ملناش دعوة بيها اهي، ملناش دعوة بيها اللي هي الاولانية. بنيجي في التاني وبعمل ايه عمود، باخد الخيط وادخل في العمود، ادخل في العمود اهو وباخد العمود كده بشتغله، بسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية العمود التاني واعمل عمود، واخد الخيط والف حوالين ايه العمود بالشكل ده وبعمل عمود، باخد الخيط معايا وبسيب عمود بسيب غرزة وادخل في التانية واعمل واخد الخيط وادخل ايه اعمل عمود حوالين العمود تمام، بسيب غرزة واخد التانية واخد اعمل عمود واخد جوه ايه حوالين العمود بعمل عمود تاني، اخر عمود بحمله اهو في العمود الاخراني، وباخد العمود حوالين العمود وبعمل عمود، وبعدين السلاسل عندي هنا بدخل بعمل ثلاث سلاسل في الجزء ده قصدي عمود قصدي، واحد اتنين تلاتة بطلع ثلاث سلاسل. وباجي هنا في الدور التاني شايفين ايدي الشكل بتاع الغرزة بتاعي تمام اهو، باجي هنا في الشكل بتاعي وباجي الاقي هنا غرزتين، باجي في الغرزة التانية وبعمل عمود والف حواليه واعمل عمود تاني بالشكل ده تمام، اسيب غرزة وادخل في التانية واعمل عمود والف العمود كده حواليه العمود بتاعي واعمل عمود، باخد واعمل عمود تاني والف الخيط حواليه واعمل عمود بالشكل ده اهي، والف الخيط واعمل عمود بتاعي اهو في اخر حاجة، وبلف الخيط وبعمل عمود، والثلاثة الاخرانية بعمل فيهم عمود، واحد اتنين تلاتة بعمل تالت ايه تالت مرة معايا تالت لفة
تمام. اول مره بعمل 3 لفات. طبعا عايزين تعملوها 3 مرات فوق ب3 صفوف تعملوها، عايزين تعملوها صفين مفيش مشاكل. انا بتكلم على ايه؟ الغرزه بتاعت الشال. بالشكل ده اخر حاجة. فيها وبعدين اخر جزء بعمل 3 سلاسل واطلع 1 2 3 وبعمل العمود بتاعتي تاني. ادي ده لغرزة الاواني بتاعت العمود، مانيش دعوة، بدخل في الغرزة الاوانية واعمل عمود، والغرزة التانية بعمل عمود عادي، والغرزة اللي وراها عمود عمود عمويد. ببدأ أعمل العمويد بتاعتي تمام. أبدأ عمويد أهي بالشكل ده، عمويد عمويد واخر حاجه هنا عمود بتاعي تمام. ادي الغرزه بتاعتي، ببدا اعمل هنا وبعدين هنا ببدا اعمل العواميد بالشكل ده، وبعدين باجي اعمل الجزء دوت اهو، الجزء دوت اهو ببدا اعمله، افتحها شويه، ببدا اعمل الجزء ده 3 مرات وبعدين 2 صف عمودين عاديين، وبعدين عمود الغرزة تحتي مرتين، وبعدين عمود بلفة مرتين، وهكذا وهكذا بالشكل ده لغاية لما أنا أجي في الآخر وأعمل البريد بتاعي اللي هو بدأت بيه، بنهي بيه في الآخر بالشكل ده. ببقى عاملة الشكل بتاعي زي ما أنتوا شايفين كده، قدام وورا، أصور يعني على الحروف تمام. الحرف هنا اهو والحرف بالشكل ده في الاخر. دي غرزة الشال، وبسيطة جدا وعادية تمام. انا بعد كده بعمل الشرشيب بتاعتي، ببدأ اعملها شرشيب عادية جدا. انا دلوقتي هبدأ اعمل معاكو الجيب اللي انا قلتلكوا عليه تمام. انا بحدد مقاس الجيب بالشكل ده، يعني باخد اطراف الـ35 سنتي وبعمل في النص المقاس الجيب، وبقيس مثلا 15 سنتي الجيب زي 25 غرزة سلسلة. طبعا المقاس ده مش هيجيب معاكو زي ما بقول لكم، فانا بجيب، انا بس اديكم بس مثال، بجيب الخيط بالشكل ده وبعمل 1 2 وفي التالتة بعمل غرزة ايه عمود برضو، وابدأ اعمل ايه عمويد بتاعتي بالشكل ده للجيب، بداية بتاعتنا العمويد تمام. عايزة تستخدمي الغرزة بتاعت الجيب الشال في الجيب ماشي، عايزة تستخدمي الغرزة اللي انا هستخدمها دلوقتي هي برضو مش هتروح، مش هروح بعيد، بس ايه هتبقى شوية دفع مش مفرغة قوي الا في الجزء الايه الفوقاني تمام. ابدأ انا انهي خلاص قربت اخلص كده اهي، بطلع 1 2 3 وباجي هنا في الف الخيط الشغل بتاعي، وباجي انا العمود الاولاني مالناش دعوه بيه، باجي في الغرزه دي هنا اهي واخدين بالنا التانيه دي، وفي طرف الغرزه من ورا بعمل في الحلقه الخلفيه دي بعمل عمود تمام. باجي في الحلقه الخلفيه بعمل عمود، ما تقلقيش من ان انا ايه الخيط بيتشد معاكي عادي جدا، المبتدئين معايا مش هتعرفي لما تيجي تشدي هنا كده ان الغرزة التانية بتتشد. بص لما تشدت وبعدين استخدمت الغرزة اللي وراها اتعدلت تاني تمام، فمتلاقيش بيطلع معاك الشغل كده، بس بترجع تاني ايه تتعدل لوحديها لما تاخدي الغرزة اللي وراها تمام. زي ما انتوا شايفين كده رجعت تاني زي ما انتوا، بصوا
ريحت زي ما كانت، بس شدت ايه الخيط وانا بشتغل، بترجع مكانها تاني. بصوا انا بعملها ايه في الحلقة الخلفية، عمود في الحلقة الخلفية، بدي شكل ايه زي ما انتم شايفين كده، برش شوية للجيب. تمام، بستخدم بالشكل ده كل الايه العواميد بعملها في الحلقة الخلفية بالشكل ده، بستخدمها في الحلقة الخلفية مش في الحلقتين. العمود العادي بنستخدمها في الحلقتين، بس ايه انا النوباديا استخدمتها في الحلقة الورانية، واحد اتنين تلاتة، وبرجع تاني بالشكل ده، باخد الغرزة من ورا وبشتغلها كده. سوري، كده من اللي قدام بقى، الدور التاني من في الحلقة الايه القدامانية مش اللي ورا، تمام اللي قدام دي عشان يرجع البروز اللي قدام. الحلقة واحدة القدامانية بتشتغلي بالشكل ده، عايز تشتغلي عادي على فكرة، تشتغلي شغل عادي من غير في حلقتين اتنين، اشتغلي عادي عواميد. الغرزة بتاعت الشال تشتغليها برضو عادي، دي حاجة ايه براحتك، بس ايه بعلمك حاجة جديدة وانتي براحتك. تمام، ادي الغرزة الاخرانية بنستخدمها عادي، واحد اتنين تلاتة، وبنفس الترتيب اهو. بصوا اهي الشكل دوت اهو، هيبقى بالشكل ده. بطلع انا زي ما انتوا عايزين، بتطلعي حسب يعني طول الجيب اللي انت عايزاه، عايزه كبير شويه تطلعي زي ما انت عايزه، عايزاه قصير، يعني كل واحد بقى وايه والطول المناسب ليه. تمام، بعمل مثلا 3 مرات 4 مرات 4 ادوار 5 ادوار، طول الجيب بقى انت ايه بتحدديه حسب المقاس اللي عايزاه، عايزاه كبير تكبري، عايزاه صغير. المقاس اللي انا قلت لك عليه 15 سنتي مناسب يعني للشال اللي احنا بنشتغله. تمام، هو 25 غرزة بالمقاسات على فكرة، لو نفذتي المقاسات كلها يعني المقاس اللي انا 25 غرزة دي للمقاسات كل اللي انا قلتها لك، عايزه تغيري في المقاسات هتغيري في كل حاجة. تمام، بصي بتعملي اللي انت عايزاه. ببدأ اعمل برضو في الغرزة اللي قدامي دي، بعمل الغرزة العمود بالشكل ده، تاخدت معايا 2، انا عايزة 1، مش واضحة، انتي بتوضحيها عادي بتعملي كده اهي، بتبقى واضحة معاكي، وترجعي لها تاني لو ايه لو تلخبطتي معاكي في الشغل اهي بترجعي لها. اعمل مقاس اللي انا عايزاه وارجع له. انا عملت الجيب المناسب مثلا للحجم اللي انا عاملاه دلوقتي، تمام، وانا بحدد مكان الجيب وبعمل المسافات اللي انت عايزاها. تمام، وبتبدأي تعملي تخيطي الجيب بالشكل ده في الجزء دوت من الشال، فالشال انت بتستخدميه وبتشتغلي بيه بالعرض، لكن طبعا ما بيتلبس بيتلبس بالطول بالشكل ده. تمام، زي ما انتم شايفين الجيب انا عملته في الاخر خالص الغرزه دي. لو حابه تعملي الغرزه العمود زي ما انت عايزه، عايزه تحبي تعملي الغرزة العمود فوق في الاخر زي ما انت عايزه، وزي ما انتم شايفين كده الغرزه سهله وبسيطه جدا. وان شاء الله يكون استمتعتوا معايا النهارده بالفيديو، الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى باذن الله. وما تنسوش مع بعض، اللي ما اشتركش معايا يشترك، واهلا بيكم كلكم وشرفتوني، والمشتركين كلهم يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان اوصل لكم كده جديد. اهلا بيكم كلكم، وان شاء الله تكونوا اتعلمتوا حاجه النهارده مفيده، ومع السلامه والى اللقاء ان شاء الله.